دوستان خوشویستان سلام و رحمت و برکت اخوها برجید بسر همولایک ایوما تی پیغمبری علیه صلات و سلام هاتین و خزمتان لبرنامه یک لخزمت اسلام بابی دوازدم لکتابک امام نووی لریال صالحین بحثی آخری عمر انسان یکا که اگر تو آخری نگره و کنجی اگره و برا اگر آخری تو بین که کنجی اگره و براسی مسلمان برای زکان عمر نعمتك لنعمتكان إخوائي تعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر كاد قال قرن قالوا إنساني خواب أمي بس سوين بكات الزمان عصر سوين بوخ زماني كبي غنبر إخوائي تدابوا سوين بنويجي عصر كلا خلق لناو نو كارو كاسبية كوازد كاسبية كيديني لو ما عامل يديني ديني جيكا بزانة أو كاتو عمري تتنقورية او ز عمری شدایی گشت نزد 6 سالی هست تو بین آقای هست نگری وا اگر عمرت بو 6 سال که اگر دست دنیا بشو تو او تام لذت دنیا خلاص لو تو هم اولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير افرم اما آية قيامت دو بناتو ما او عمر من داتو او عمرك برتسري عمرك وكاتك أتهشتنا قرأي الله إخوائي تعالى نظير إشمال ناردك بيغامر صلى الله عليه وسلم أزا أفعل من نعمركم تام ابن عباس أفعل من أولم نعمركم 60 سنة يعني إخوة أفعل من تسهن زتد نماينا عمرت بوا 6 سار توبت نكرديا تسهن زتد نمايا عمرت قيشت 6 سار نيمز قفتي تسهن زتد نمايا عمرت بوا 6 سار توبت نكردي وأيدوا حديث الذي نذكره إن شاء الله أو حديث حينات وفرما قيل إن الله إن شاء الله معناه 80 سنة قولك عليك كبالغ بويس هجد السال هذا كريح تسل سال أما حسن أفرميت نقل ابن عباسي نقل أن أهل المدينة كانوا إذا بلغ أحدهم 40 سنة تفرغ لعبادهم خرشي مدينة إيسا شوانق تايفك خرشي مدينة تايفك لبيش إسلامت إيش كمسلمانش نبون متبرزبون او تايف هر او هابوا لزماني بيغمبري صاصم كبونا اسلاميش هر او هابوا تبعات اخوانت اك ندا حتى اصر ساري زولا يان خومان جي كرت بشو بروش مشيق و مغرب يانا كرت هرچي ايش وكار وكاسبي بام خطر ايش با خوان لأدا ناقرانو الى باريان بيا كرت كغيشنا عمري تل ساري وازال همشتا چي دينا او ضروريان لعبالتي اكرت ايش كيان كاتسن بقوبتون ديبون عبادت إشان أون دبتون ديبو بيغمبر إخوة أبن صلى الله عليه وسلم أحضر الله إلى امرئ أخر أجله حتى بلغ 60 سنة الله فالمي إخوة عزي لو تنهشتي تو كعمرت بوشتا 6 سار هشتا نقريو باشا كعمرت بوشتا 6 سار بلنا أخوائي عمرت نداي تمن عمرة كم كمام بشمناكا أمن اللومران أخي 6 سار جياي كاكا 6 سالی زور کس نگهش تا 6 سالی زور کس 6 سالی بنصیب نبود نگرای وا کان عمر یدخل مع الشیخ البدر عبدالله کریم امام عباس افرمید امام عمر ک خلیفه بود سال ک خلیفه عتیم مسلمانانی دکرت همو لزنه لزنه هبو لزنه تزارتی هبو نهی هندک اصحاب بس برسرای تزارتی بی اکردن هندك أصحابي هبون بسوا راي حربي في أكردن هندك إيشي همو مسلماناني في أكردن أو أشخاء مشايخة كان يعني بياو معقولة كان يعني في أكردن أو بياو معقولة أنا لما لسي إمام عمر قاسي أكردن لو تزارت با لبو غزاية با لبو معاملات با لبو شاري با لحكم با برسي بو أنا أكرد ببي برس برياني نادا إمام عمر همو زارش أو مشايخة أو بياو معقولة أنا قاس أكردن هموش اختيار بون عمريان 6 بو 7 بو اوانه بون دنيا دي تبون خبير بون دورات يعني هبو يعني دنيا دي تبو برسي بو انا اكرت اما انا قال اوانك اصحابك قنز شي قاع سكت ايش عبد الله يكون امام عباس قنز بو عباس اري عباس عبد الله يقول والله اذا مزاني اصحاب اختيار انا بيان ناخوش بو امام عمر ام دقلوان دا انيت دقاو اختيار انا گویی برام رو رشی درسشی دهمو اختیار کن که او عبدالله سنزیده که
قوتي عليه بسيارك تان ليكم قوتي أنا صعب كان فرمي قوتي آية أو سورة تان معناه تسي إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواج أو إيش قوتي أمرنا أن نحمد الله ونستغفره إذا جاء إذا نصر الله نصرنا وفتح علينا قوتي أجا خوي تعالى نصرتي دين غزاء لغزاء سد وسلكتين حمد سناء خوي بكين شكرًا خوي بكين يعني كبير مصر صلى الله عليه وسلم كتسوى مكي خوي أفرميت بير مصر صلى الله عليه وسلم او مكة فتح بو او ذا اتو شكرا عليه خواي بك حمد سنة خواي بك كخواي تعالى عزتي داتو كرامتي داتو هيك اقصى شي كرت او زالي امامي عمر ريد لعبد الله يكر عبد الله يكر امامي عباس كا قنزة كبو اختيارك بيان خوش نبو سكو ديان قوه تسو قنزة هنا يتناوما من دا كرما هو شي بيا قوتي عبد الله قوتي بلي يا امير المؤمنين قوتي معناه او آياتي تسيها اتو شو هاتي قوتي نخير نخير معناه او آياتي ونيا قال فقلت لا قال فما تقول وتدي معناه اواتت سيا اشاره او اواتت سيا قلت هو اجل رسول الله صلى الله عليه وسلم الله فمي او دابزيني او سورتي دلاله لسواك ابي غبري خوي وفاتك الله وذلك علامه اجلك وهو علامه وفاتي بغم اعلمه علمه له خوافي كل بيغمبري كنيزيك ولو مرنم او ايات لو هند دابزان دلالة لسبيغ وفاتي في غمبديك إذا جاء نصر الله والفتح لو كاتك شاري مكة فتحهم ويدخلون في دين الله أفواجا خرج ديتي كومل كومل ديننا إسلام يبيامي تشأوبو مكة فتح بكي خرجش مسلمان بي بيامكش همو قيان معناه يتو دبي بقرأي ولا إخوة تعالى خوا خبر يبدا بو آتي لو في غمبدي وفاتك أصحابك اختيارك كان قلتهم والله راسك لو هماني سلمان أز علي لو كتساق جبدني كان رسول الله يكثر يقول في ركوعه وسجوده سبحان ربنا ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي يتولى القرآن كان رسول الله أن يقول قبل أن يموت ها بيش أوي بيغمبر إخوة وفات بكات بيش أوي بيغمبر إخوة صلى الله عليه وسلم وفات بكا عائشة فرميت حضرت عائشة أصحابها فرمين بيش أوي بيغمبر وفات بكا يعني بيغمبر صلى الله عليه وسلم لعمر الشيخ سايته بريم لمردنا نزيق بوام كزاني نزيق بيته وعمر الشيخ سايت إبران همو دم يقول الله مغفر لي الله خواه جان ليم خوش بي يعني يقول سبحان الله يعني يقول الحمد لله هذا بزان أي يوم تبي غمري صلى الله عليه وسلم ككو خوا خبري داب بغمري خبرش لو كساري كعمر الشيخ سايت مردنا تان لين نزيق بيته وام زور برين سبحان الله زور برين الحمد لله زور شو نيج بكان أي اختيار كان والله عيبة والله مردنا أتولى من وقتي خود بزاع بدي وقتي خود بالبلاش بدي أيو كسيلة مردنا نزق بوا كعمر الشيء السارة أيو كسيلة لقيامة نزق بوا أيو كسيلة خواي نزق بوا زور عبادة تبكى زور خواب بلس تبكى زور ديني بكى يا رب خواي ذلك رحمة ما لبكي وا يا رب خواي عاقبة خير ما بكي يا رب خدا وما لبكي ذلك رحمة ما لبكي وا وش يا أصحابنا كآخر آخرتي يعني خير بوا آخرتي يعني عبادة بوا آخرتي خواب بلس تبوا يا رب إخوة لداك وعب من خوش به السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Thank you.